حطام وركام ومحاولات متعثرة لانتشال جثة الضحايا وسط كل هذا الخراب. إنها معرة النعمان بمحافظة إدلب، والتي كانت مسرحاً لقتال شرس خلال الأيام الماضية بين الجيشين النظامي والحر. هذه المشاهد هي نتاج قصف بالطيران الحربي على حد قول المرصد السوري لحقوق الإنسان. عشرات القتلى تحت هذه الأنقاض، بينما يبدو الأمل في العثور على أحياء ضعيفاً وربما معدوماً. مشاهد تتكرر في أنحاء أخرى من إدلب وفي مناطق عدة من سوريا، فالقصف يكاد لا يستثني منطقة، ودوي الرصاص أصبح صوتاً مألوفاً لدى الجميع. ومن إدلب إلى حلب، وتحديداً في شارع الرموسة، تغيب قوات الأمن ليحل محلها الجيش الحر، وتحديداً مجموعة تطلق على نفسها لواء الفتح، وفقاً لهذا الفيديو الذي بثه نشطاء معارضون. لكن نقاط التفتيش هذه لا تعني أن الأوضاع قد استقرت للمعارضة في ثاني أكبر المدن السورية، فالكر والفر لا يزال هو ذاته منذ أسابيع أو شهور. وفي حمص ليس الوضع بأفضل حالاً. هنا في حي القصير قصف من قبل القوات النظامية ومحاولات من مسلح المعارضة للتصدي لتلك الآلة العسكرية.